تحية طيبة للجميع، أتمنى تكونوا كلكم على ما يرام، وتنشكركم كثير على الدعم ديالكم سواء متتبعات أو يوتيوبرز، وتنشكر كثير أيضا الأخوات اللي من الجزائر اللي تفاعلوا مع آخر فيديو اللي أنا حطيته واللي تواصلوا معايا عن طريق الفيسبوك. فتنشكركم كثير، وتنقول لكم إذا كنتم مازال ما سجلتوش أو ما شاركتوش في القناة، ضغطوا على سابوني أو اشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. كما انتم لاحظتوا اسم القناة تغير، فهذا لأنه كثير قالوا لي ما تلقاونيش في محرك البحث، فلهذا قالوا لي من الأفضل يعني نحط سميتي باش يجي أسهل. فالقناة ولا سميتها لندن ودسانة، والمحتوى هو نفسه يعني ما تغيرش، هو جولات في لندن في الأسواق في المعالم السياحية وأحيانا من مدن أخرى. لكن الفيديو ديال اليوم هو ليس بجولة، لأن الجو في الحقيقة برد ودرجة الحرارة نزلت بطريقة خطيرة، ما قدرش نخرج نصور جولة. فقلت لما لا نشارك معكم أكلة هندية اللي الناس كتير تتعجبهم بما فيهم أنا، وهي برياني بالدجاج. فبغيتوا تعرفوا كيف يطبخ تشيكن برياني، خليكم معايا. أكد ثانية أن القناة ليست قناة وصفات أو قناة طبخ، على الرغم أني عاشقة للطبخ خصوصا الطبخات اللي من الثقافات الأخرى، ولكن ما تنحطش وصفات ديال الطبخ في الحقيقة، لأنه المطبخ مساحته صغيرة كتير وصعب أني نصور فيه. فاليوم غادي نجرب ونشوف هادشي كي غادي يخرج، ونتلاقاو في آخر الفيديو. فالآن غادي نبداو المقادير. اول حاجه هي الدجاج، انا تنختار لكم الاختيار، انا تناخذ هاد الرجيلات الصغار لان تيجينوا ساهلين، غير لازم تحيدوا الجلده لان الجلده ما تتخليش التوابل يدخلوا في الدجاج. غادي نحتاجوا يوغورت طبيعي او زبادي، ثوم وزنجبير محكوكين مع بعض. في التوابل غادي نحتاجوا فلفل احمر حار، كركم او الخرقوم البلدي، قزبرة ناشفة، ملح، وغرام مسالة. بالنسبة لما تعرفش غرام مسالة هي خلطة توابل تستخدموها الهنود كتير في الطبخ ديالهم، كما احنا في المغرب عندنا راس الحانوت، بعض الدول العربية عندهم البهارات، في دول افريقية عندهم بربري اللي تيكون حار، فالهنود عندهم الغرام مسالة. وانا غادي نوريكم انا نصوب الفيديو ديال الغرام مسالة، لاني انا ما تنبغيش نشري الحاجات مطحونة، فكل شيء تنصوبه راسي. فالان غادي نبداو، يعني هادشي كله غادي يتخلط مع بعض، يعني الخلطة بسيطة. بالنسبة للزبادي حطيت معلقتين كبار ونصف، والثوم 3 رؤوس ثوم مع قطعة زنجبير طري، القزبرة الناشفة نصف ملعقة كبيرة، الكركم أيضا نصف ملعقة كبيرة، الحار بالنسبة للذوق أنا حطيت تقريبا ملعقة صغيرة، الملح ملعقة صغيرة ونصف. والغرام مسالة أيضا ملعقة صغيرة. هادشي كله غادي يتخلط الآن. فوالا غنكونو انتهينا. غادي نحطوه الآن في الثلاجة، هو من الأحسن أنو تخليوه أوفر نايت يعني ليلة كاملة، وهداك الشي اللي تندير أنا، تنخلي الدجاج ليلة كاملة في الثلاجة باش التوابل كلها تدخل مع بعضياتها. ولكن اذا ما عندكمش الوقت ماشي مشكل، على الاقل خليوه ساعتين، وصدقوني الطعم ديالو تيجي لذيذ. صافي، ها هو الدجاج ديالي، غندخلو دابا الثلاجه، وغادي نوريكم دابا الفيديو ديال الغرام مسالة. بالنسبه للغرام مسالة اللي تنستخدم فيها 9 توابل، وغادي نحتاجوا المقله صغيره، الطحانه، والمعالق ديال المقياس.
فانا كل غادي نقول لكم التوابل اللي فيها. اول حاجه هي القزبره ناشفه، وغادي نستخدموا جوج معالق كبار، واذا لاحظتوا راه كل شيء يعني سيدز حبوب، ما كاينش شي حاجه مطحونه. من بعد الكمون معلقه كبيره، معلقه صغيره فلفل اسود او بلاك بيبر كورن، احتاجوا ايضا العود قرفه، ورقه سيدنا موسى او ورق لوري، الهيل او الحبهان تقريبا حوالي 7 الحبايات كافيين، والقرنفل حاجة بسيطة من القرنفل، يعني ممكن تقولوا معلقة صغيرة قرنفل. فهاد 7 ديال التوابل هادو هما اللي تيتسخنوا، باقي لينا حاجتين اثنين، واللي هي البسيبيسة. انا ما عرفتش بالعربي شنو هي البسيبيسة، ولكن بالانجليزي اسمها ميس، MACE، هي هذه قطعة صغيرة تكفي. وغادي نزيدو الجوزة آخر حاجة أو جوز الطيب، هذا تقريبا ثلث جوزة. هاد الجوج مع بعض ما تتسخنوش لأنهم دسمين. اللي غادي نسخنو هما 7 توابل، ومن بعد عاد نزيدو البسيبيسة والجوزة ونطحنو كل شيء. انا ما غاداش نطحنهم حاليا لان ديجا عندي، وتنبغي التوابل تبقى فريش، فهاد المجموعة كلها تنحطها في كيس، واليوم اللي نحتاجها ديك ساعة عاد نطحنها. والان غادي نمشيو نكملو البرياني. فغادي نحتاجو الدجاج، هذا هو اللي البارح رقدته، حطيته في التتبيله البارح وخليته في الثلاجة ليلة كاملة. غادي نحتاجو البصل، طماطم، ايضا ثوم وجنجبير محكوكين ايضا، وقزبرة خضراء. هذا الروز بسماتي بعد ما تغسل تتخليه تقريبا نص ساعه في الماء. وهنا عندي طبعا شويه ديال الزيت، انا ديجا درته يسخن. هنا انا تنشحر في البصله، انا اضطريت نحول الحله لهنايا باش نقلب مع الكاميرا تشوف مزيان. البصلة هي تشحرت، الآن غنزيدو الثوم والزنجبيل. على الرغم من أن حطيناهم في التتبيلة ديال الدجاج، ولكن لازم نزيدوهم باش نتبلو لاصوص والروز. من بعد غادي نضيفو شوية ديال الغرام مصالة تاني، وشوية ديال الكركم أو الخرقوم البلدي. الملح حتى الاخر، لان بن الدجاج ديجا فيه التتبيله وفيه الملح، وانا اعتقد البارح اني حطيت يعني الملح شويه زايد، فما غاداش نضيف الملح في هاد يعني دابا تنشوف. غادي نضيفو الدجاج، والان غنضيفو الطماطم، وغنضيفو شويه ديال الكزبره الخضراء، الباقي غنخليه في باش التزيين. غادي نقصو عبارة نغطي، غادي نحط واحد شوية ديال الزعفران شارة يسخن. هذا زعفران مغربي، يعني أحسن زعفران هو الزعفران المغربي، يعني هذا ماشي تحيز لأني أنا من المغرب، ولكن أنا جربت زعفران من إسبانيا وزعفران إيران وسعودية،
صراحه ما فيش احسن من زعفران المغرب. غنحط واحد شويه هنا يسخن ومن بعد غادي نرجع لكم. فبعد ما تشحر انا ضفت شويه ديال الماء كما تتشوفوا، واضطريت نضيف شويه ديال الملح لان لقيته ناقص. دابا غادي نخليه يستوي على نار هادئه ومن بعد عاد غادي نكملو. واذا لاحظتوا راه مازال الزعفران هنايا في هذه المرحله، راه باقي ما حطيتش الزعفران. والسبب اللي تخليني نحطه هنا باش يسخن لان التوابل كلهم محتاجين انكم تسخنوهم باش يعطيو النسمة، يعني بحال تيكونوا التوابل ناعسين وخصكم تفيقوهم. فلهذا دائما التوابل تسخن قبل ما يعني قبل ما تطحنوها او قبل ما تستخدموها. والان الدجاج هو استوى، خصي يبقى فيه واحد شويه ديال الصوص، يعني ما يكونش اكثر من هذا الشيء، هذا كافي. وكما ملاحظين ها هو الروز تيتسلق، ما خصوش يتسلق يعني 100%، تتسلقوه لدرجه تقريبا 75% صافي، لانه مازال غادي يستوي ملي غادي نحطوه مع الروز. غادي نحطو الروز بهذه الطريقه. داكشي علاش ما خصوش يكون فيه صوص كثيره، فيالله يعني ما يكفي باش لانه ديجا تيكون كما قلت لكم مستوي تقريبا 75%. والان هذا الزعفران اللي انا كنت نسخن من الفوق انا حطيته شويه ديال الماء، يا اما الماء يا اما الحليب، انا درته في الماء. غادي نحطه من الفوق شاط اللون. والان خصني نغطيها. دابا ملي تنوصلوا لهاد المرحله خصنا واحد يعني قماش، هذا بحال زيف حياتي باش نغطيو الحله، ما خصش الحله تكون تنفس. فبالتالي اما نديروا هذا النوع ديال القماش او نقفلوا عليها بشويه ديال العجين. انا هذا مخليه خصيصا نقفل عليه باش تنقفل على يعني الحله. فوالا البرياني في الحقيقه اذا دخلتوا الانترنت تلقاو وصفات عديده للبرياني، كل واحد يعني تياخد الوصفة اللي تيرتاح ليها. أنا هذه جربتها مرات كثيرة وكل مرة تتنفع معايا، يعني تتجيني مزيانة. وهنا واخدها من واحد الشيف هندي وطريقته بصراحة رائعة. فغادي نخليو هادشي يستوي ماشي بزاف، غير تقريبا شي 20 دقيقة، لأن الدجاج اوريدي مستوي والروز تقريبا مستوي إلى درجة 75%، يعني خاصو عي شوية باش يكمل. نتلاقاو في الأخير باش نوريكم الطبق النهائي. عدت الان 20 دقيقة والطبق ها هو استوى كما نتوما ملاحظين. بالنسبه للروز دائما ما تحركوش الروز بالمعلقه او مغرفه، لان كاين الريسك في ان الروز يتعجن لكم. دائما بالشوكه تحركوه. برياني كما نتوما من اللي ديجا واكلوا راه عارف تيكونوا فيه يعني حبيات ديال الروز بيضه وحبيات ديال الروز صفراء، ومن تحت لفوق غادي تهزوه بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي للبرياني، تنزينه بشويه ديال القزبره خضراء. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك مع تعليق في اليوتيوب وليس الفيسبوك. انتم اكثر تتخليوا لي تعليق في الفيسبوك الا بغيناها في اليوتيوب. ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.